هاخد بقى من رامي ربيعه واروح لك عند الراجل اللي اسمه محمد ابو جبل. ايوه محمد ابو جبل 4 ماتشات دوليه قبل كاس الامم الافريقيه، الحارس الثالث في نادي الزمالك بعد جنش وعواد السنه اللي فاتت، النهارده احسن حارس في كاس الامم الافريقيه، اسم كبير مصر كلها بتتكلم عنه، الوطن العربي كله بيتكلم عنه بعد 4 مباريات دوليه بس. شوف القدر، يعني سبحان الله الدنيا تلف والقدر يحطك في مكانه اكبر كمان من اللي انت كنت ممكن تتخيلها او تتمناها لنفسك بكتير بكتير كمان. محمد ابو جبل، تعال بقى عند الراجل اللي انت جايبين صورته ده، محمد صلاح. الراجل ده سبحان الله تعرض لكل انواع الهجوم اللي بدون اي داعي، معانا افضل لعيب في العالم. زمان لما كنا بنشوف الكاميرون وكوت ديفوار، كاميرون بسابو لقيته كوت ديفوار بدروكبا، وحتى توجو باديبايور، جورج وايا لما جاب جون في عصام الحضري في تصفيات كاس العالم مع ليبيريا، كنا بنقول يا رب ادينا نص لاعب من دول بس عشان نشوف منتخبنا هيعمل ايه. بقى عندنا محمد صلاح وكنا بندوس عليه نقول بحب وبعشم، بس محمد صلاح فعلا شايل. شوف كده صحف العالم كلها والمواقع، كل المواقع اللي في كل العالم يتحدثون دائما عن محمد صلاح. محمد صلاح بيتكلم مع الحكم، محمد صلاح بيعمل اسيست، محمد صلاح بيسجل جول، محمد صلاح واقف مع لعيبه منتخب مصر. العالم كله يتحدث عن منتخب مصر عشان طبعا منتخب مصر الاسم الكبير، وعشان معانا محمد صلاح هذا القيمه الكبيره اللي بتشرفنا. روح على محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم اللاعب اللي ما كانش اساسي من كام شهر مع المنتخب الاولمبي، رغم ان هو بالامكانيات دي المفروض كان يبقى اساسي مع المنتخب الاولمبي، الان هو اساسي في منتخب مصر، وانا بقول لك اهو من دلوقتي هيبقى في تشكيله كاس الامم الافريقيه النهائيه اللي من 11 لاعب هيبقى فيها محمد عبد المنعم. هذا الشاب الرائع عامل اداء مدهش، وقف قدام اعظم مهاجمين في القاره الافريقيه وكان هو الافضل وهو الاحسن. عد بقى بعد كده، روح لعمر كمال عبد الواحد، روح لابو الفتوح، روح للنني اللي برضه نفس الكلام اللي انا قلته على صلاح. النني ده بقى شال اللي ما اتشالش. النني انا قلت عنه، انا قلت عنه انه لو واحد غيره كان بطل كوره من كتر، مش هقول النقد، احيانا السخريه. محمد النني بيجري كميه جري في 3 مباريات، في 3 مباريات كل مباراه 120 دقيقه، والله ال اقول ايه، البشر ما يتحملهاش، بشر عادي. انجولو كانتي، انا مش عايز افور يعني، يقول لك انجولو كانتي لاعب تشيلسي افضل لاعب وسط في العالم، ما يقدرش يجري 120 دقيقه في 3 مباريات في اسبوع. ده كلام مش منطقي ومش كلام صحيح حتى في الجنس البشري، ما ينفعش يحصل. الراجل كيروش بقى، دي القصه الكبيره. لا قبل كيروش، قبل كيروش تريزيجيه. تريزيجيه، ما هو تريزيجيه بقى، تعالى بقى عند كيروش. تريزيجيه اول مباراه شارك فيها مباراة المنتخب النيجيري، وبالمناسبة مباراة المنتخب النيجيري دي هي المباراة الأسوأ لينا في هذه البطولة، وطبيعي إن احنا نلعب مباراة سيئة، بس لما الراجل ده شارك تريزيجيه قال لك إزاي ده راجع من إصابة وبتاع. طب الراجل كان عايزه يخش البطولة من أولها عشان يقدر يستفيد منه في آخر البطولة. تريزيجيه مع كيروش مع باقي اللاعبين في مباراة المنتخب النيجيري كلهم ما كانوش كويسين. بالمناسبة أول حاجة يا أستاذ يوسف خليك معايا فيها، حضرتك مش بتيجي في مرة كده وأنت مروح تقول إيه؟ لا الحلقه النهارده مش عاجباني، انا ما عملتش حلقه حلوه النهارده. مش ده بيحصل طبيعي. المدرب، هو المدرب كمان مش ممكن يعمل مباراه وحشه. محمد صلاح مش ممكن يعمل مباراه وحشه. الدكتور مش ممكن يشخص، الدكتور الكبير مش ممكن يشخص مره مريض غلط. كل ده وارد. احنا ما نحسبش الناس او ما نحاسبش الناس ابدا بالقطعه. ما ينفعش في اي شغلانه في الدنيا نحسبهم بالقطعه، حاسبه على مجمل اعماله. شوف الراجل ده ناجح ولا مش ناجح. الراجل اللي معانا ده والله احنا معانا مدير فني كفء وناجح واسم كبير، وانا مش ببالغ، مش ببالغ ايه، لا هو مش الموضوع مش مبالغه، دي ارقام وتاريخ. ده اهم مدير فني اجنبي جه في تاريخ مصر على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه. احنا معانا مدير فني درب ريال مدريد ودرب مانشستر يونايتد ودرب برتغال ودرب اسماء عمر ما جالنا سي في في مصر زي الراجل ده. فهو عندنا مدرب كبير، والمدرب الكبير ترجم شغله بوجودنا في نهائي كاس الامم الافريقيه. طب على ما يبدو، على ما يبدو المدربين بتوع البرتغال دول ليهم روح تانية، ليهم طريقه مختلفه، هم شطار وشبهنا. جدا شبهنا. بيشتغلوا بالقلب قبل ما بيشتغلوا بالعقل. يعني هم برضو الراجل حتى تصريحاته كلها تصريحات ذكيه، يعني تسمع الراجل ده دايما في تصريحاته تقول ده من شبرا، ده مش من البرتغال، ده ذكي كده فاهم، بيلف دماغك ويبسطك بالكلام اللي بيقوله. هو راجل ذكي ومقنع للعيبه. وخد بالك بقى، حط تحديدي 1000 سطر مش سطر واحد، 1000 سطر. ليه بقى؟ ان اللعيب لو ما حسش ان المدرب اللي قدامه مقنع، والله والله لا هيعرف ينزل يدي بروح
ولا هيعرف يأدي بأداء كويس ولا هيعرف يعمل شغل كويس. وبما اننا بنتكلم على كيروش انا في جمله بس ايه بتتقال وبتستفزني دايما اللي هي لا لا احنا اللي كسبنا او اللي وصلنا للنهائي هم اللعيبه وروح اللعيبه. طيب واللي خسرنا اول مباراه اللعيبه وروح اللعيبه؟ مين اللي يعرف يجمع اللعيبه على الروح دي عشان يوصلوا للمستوى ده؟ بالظبط. لا وهي منظومه يعني انا في النهايه انا انت ممكن يبقى معاك احسن فريق اعداد في العالم طبعا. لو معهمش مذيع كويس هيحصل ايه؟ الفريق الاعداد اللي عمل شغل عظيم طبعا. ده هيطلع وحش جدا صحيح. فانا في النهايه عندي مدير فني كويس وعندي لعيبه كويسه هي منظومه. ما ينفعش لما حضرتك تعمل حلقه مش كويسه ما ينفعش كريم لما يعمل حلقه مش كويسه النهارده يتقال اصل كريم كان وحش. لا كريم والاعداد. طب لما الحلقه تبقى وحش لا الاعداد هو اللي وحش وكريم كان كويس. هو فريق يا جماعه فريق هو عمل فريق واحد. فزي ما انت بتلوم الراجل لما احنا كلنا لومنا كروش في مباراه المنتخب النيجيري واشدنا به في باقي المباريات كلها هل كان حد يقدر يطلع يقول ان كروش عمل مباراه حلوه قدام المنتخب النيجيري؟ هنبقى كدابين هنبقى مش فاهمين هنبقى مش شايفين. اصل هو نفسه اعترف ان المباراه كانت سيئه لكن بعد كده عمل مباراه كويسه. ما نفضلش بقى ايه نمسك اللي هو ايه انا اقول لك الجمله الشهيره برضه اللي هو درهان انا قلت لكم كروش مش هينجح فانت عايز تثبت طول الوقت للناس ان كروش مش هينجح حتى لو نجح حتى لو كسب كاس الامم الافريقيه انت مش فارق معاك انه المنتخب كسب انت فارق معاك رايك اللي هو ايه ايوه انا رايي طلع صح وكروش فاشل يا عم لا كروش ناجح مش هو كسبنا الحمد لله. طب كريم انا عايز اسالك على سؤال يعني انا من الناس اللي كانت طول الوقت تقول انه يا جماعه احنا منتخبنا ما عرفش يحقق بطولات كبيره او اداءات كبيره غير مع مديرين فنيين مصريين رحمه الله على كابتن جوهري وربنا يدي الصحه لكابتن حسن شحاته. انا في تصوري المتواضع جدا ان كيروش هو اول مدير فني اجنبي يعرف يجمع الفرقه بالطريقه دي. صح انا اتفق معاك وبصراحه برضو هيكتور كوبر يعني هيكتور كوبر وصلنا برضو نهائي كاس الامم الافريقيه وصلنا كاس العالم فانا برضو لازم اشيد بهيكتور كوبر اللي بعد سنين بنقعد نقول انه الراجل ده كان فاهم كويس هو بيعمل ايه وكان عنده شخصيه للمنتخب بغض النظر ان الاداء الممل للمنتخب مصر مع هيكتور كوبر ما كانش بيعجبنا احنا عايزين كوره ممتعه بس الراجل كان ناجح الراجل وصلنا نهائي كاس افريقيا وصلنا كاس العالم فالراجل كان ناجح. كيروش في رايي انه المدرب العبقري اللي فعلا مفيد جدا لمنتخب مصر. خد بالك في طريقه اللعب اللي هي يقول لك ايه كان بيجي لنا محللين ومدربين يتكلموا في هذا الامر لا لا هو المنتخب ما ينفعش يلعب 4 3 3 ليه يا سيدي ما ينفعش يلعب 4 3 3 ما هم 4 3 3 دول يعني 10 لعيبه برضه مع حارس المرمى ايه المشكله؟ قال لك لا احنا في مصر هنا نلعب 4 2 3 1 فما ينفعش ايه يجي المنتخب يلعب بطريقه غير الانديه بتلعب بيها. الله. مين اللي قال الكلام ده؟ مين يعني مين اللي حط الكتاب ده يعني؟ لا وانا اسف يعني انت ليه بتتعاملوا مع اللعيبه دي ان هي انا اسف اللفظ ما بتفهمش غير بطريقه واحده يعني انت مش حاجه اسمها كده دي لعيبه محترفه دي لعيبه كبيره دي لعيبه فاهمه كل اللعيبه اللي عندها دي غير لهم الطريقه ثلاث اربع مرات في المباراه الواحده هيفهموا. زمان كان يقول لك ايه ما تقولش للعيب المصري طريقتين عشان هيتلخبط. الله. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ المباراه الواحده دلوقتي على فكره منتخب مصر بيلعب 4 3 3 في 90% من مباراه كاس الامم الافريقيه الخطه اتغيرت وسط المباراه ل 4 4 2 وبعدين ما اللعيبه دول لو ما كانش نصهم تلتهم بيلعب بره في اوروبا فبيلعبوا بتشكيلات مختلفه وبطرق مختلفه غير اللي احنا بنلعب بيها. ليه انا عايزه وهو بيلعب معايا يلعب بنفس الكتاب هو اللي بلعب بيه بقالي 80 سنه عشان ايه؟ ولو انا مدرب وقادر احفظه وقادر اعلمه انا اقول لك حاجه مين كان يصدق ان عمر كمال عبد الواحد يجيب بهذه الروعه في مركز الظهير الايمن؟ مين كان يصدق اصلا انك تيجي تحط ايمن اشرف في وسط الملعب؟ مين كان يفكر ان مهند لاشين لاعب طلائع الجيش اللي ما شافش منتخب مصر قبل كده هو وامام عاشور اللي ما شافش منتخب مصر الاول قبل كده لما ينزلوا في وقت صعب في مباراه الكاميرون صاحب الارض والجمهور ينزلوا ويأدوا ويعملوا اداء كويس جدا؟ هو ده مش شغل مدرب. ما هو لو ما فيش مدرب قاعد على الدكه ما كانش اصلا هيجرؤ انه ينزل اثنين لعيبه ما عندهمش اي خبرات دوليه. ليه؟ عشان كان هيتقال انت ازاي تنزل اللعيبه دي في وضع صعب زي ده وتهاجم على تغيير المراكز. يعني انت ليه بتلاعب ده في غير مركزه؟ يا سيدي خليني اعرف طاقته واصله لحد فين وامكانياته ايه. امال هفضل العبه في نفس المكان طول عمره؟ مش هعرف هو بيقدر يلعب فين تاني. لا وانا اسف لو انا مدرب وقاعد بره ومش عارف اوظف لعيبتي ومش عارف استخدمهم استخدام سليم ومش عارف احطهم في الاماكن السليمه يبقى انا هنا ماليش لازمه. ما هو معلش يا يوسف وانا وانت لو جيت قلت لك ايه رايك مصر تلعب بتشكيل ايه بكره؟ هتقول لي 11 لاعب ينزلوا بكره.
طب خلاص حضرتك انزل اقعد على الدكه ونزل 11 لاعب دول يلا يلا ما كلنا هنعرف نحط 11 لاعب. هي الفكره هتدير المباراه ازاي، هتعرف امكانياتك ازاي، يعني هي مش بالسهوله دي يا جماعه.